وبركاته. النهارده اول يوم لينا نعمل فيديوهات على اليوتيوب ان شاء الله، عايزين دعم منكم واشتراكات كتير قوي قوي. انا رحمه، مريم كيتا، اميمه كيتا، ندى كيتا، احنا كلنا ان شاء الله هنظهر لكم على طول. عايزين بقى دعم منكم. النهارده عيد ميلاد بنت اميمه، ولو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. هنوريكم هدايا وهتنبسطوا معانا كتير قوي 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 ان شاء الله. ويا رب نكون خفاف على قلبكم ان شاء الله باذن الله. عيد ميلاد لولي بنتي، وانا هوريكم طبعا الهدايا كلها اللي جات لها النهارده، ونقول الاسماء ونبدا باول هديه معانا. الهديه دي من خالتها سهى، وده اول حاجه فيها الفيله ابو زلوم، ودي العروسه الجميله بتعمل حركه بس انا مش عارفه دلوقتي بشكلها ايه. دي تاني حاجه، وجابت لها بجامه لذيذه قوي عجبتني جدا، وخصوصا ان مقاسها مظبوط لان انا بحب المقاسات صغيره. دي كده اول هديه، لان هي عندها تلات اطفال، عندها دودو، عندها مودي، وعندها ياسين. فدي كده اول هديه معانا. دي تاني هديه من عمته امل، عمة بنوتي جميلة. وده البيانو، ده البيانو بتاعها. ميرسي يا عمته قوي. وانا هفتح هدية كمان، سبحان الله جت في هديتي، حط هديتي يوسف ابن خالي. يوسف ده بعرفكم عليه، هو نائر ونيراوي يا جماعة. جايب لها عروسة وجايب لها وجايب لها ده، هنا عروسة وجايب لها ده معايا. شكرا يا يوسف. الهدية بقى التالتة معانا دي من اسراء. اسراء يا جماعة تعبت معانا جدا جدا جدا، وهي اللي عاملة كل ده، الديكور كله بجد. تسلم ايدك يا ايس. تسلم ايدك يا اس حبيبتي، بنحبك جدا 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 والله. وانا هقول لكم دلوقتي معانا هدية رحومة الجميلة. هديتي يا جماعة ركزوا فيها. دي شنطة شلولي بتشبط في اي شنطة خالتها لابسينها. ايوه دي كده الشنطة معانا، والشوز، الشوز الجميل. ذوقي ذوقي الجميل طبعا يا رب. ودي هدية ننزلها تحت. ودي هدية روان بنت عمتها، الدبدوب القمر ده. بس تسلم ايديها طبعا. ودي هدية عمتها بطة، وهنشوفها معانا يا روحي. واو لا تحفة. لا ليه تكملة يا جماعة، استنوا معايا. تحفة تحفة تحفة. تسلم ايدك يا بطة. تسلم ايدك يا عمته. هدية مريم بقى تفتح يا مريم. هدية مريومة بقى. بص يا جماعه، وانا كمان كنت هجيب لها بورتريه، بس هو لسه ما اتعملش للاسف. بس اكيد هيجي، انا مش هتنازل عن هديه. اول ما يجي هنعمل ان شاء الله. انا مش هتنازل. هديه كوك ايه اللي بتصورنا، هي كيتا برضو. هي بتنور طبعا، بس هي مش هتبان دلوقتي، هي ايه خلف الكاميرا بس. وهي عاملاها على لون الاوضه بتاعت لولي عشان تمشي مع الديكور بتاعها. ده صوت لولي يا جماعه، دي فرحانه بقى. وانا هوريكم برده الاوضه بتاعت لولي. ميرسي يا مريومه. ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير يعني. دي هديه ايه اللي ورا الكاميرا. ايه تعملها ورا جدا يا جماعه في التصوير. القمر ده، لا القمر ده ليه تكمله، معلش ممكن تكملي حاجتك. ما هو يا جماعه، و الشورت الجامد ده برضه ليه تكمله يا جماعه. تسلم ايديك يا جوك. ودي دي هديه توتي داليا، صاحبة امي، صاحبة عمري يا جماعه، من واحنا اطفال خالص يعني. احنا على فكره لسه بنفتح الهدايا دي كلها دلوقتي، احنا لسه ما شفناش اي حاجه، احنا في نفس اليوم تعالى بنصور. قولي لي تكمل. شكلها امور قوي بجد. تسلم ايدك يا توتي. في تكمله للهديه. ده كمان حاجه تانية. ماما
لونها مختلف. تسلم ايدك يا توتي. شوف مين كمان معانا. دي هدية تيتا علشان لولي كانت محتاجاه. نشوف ايه هي. ده البشكير بتاع فروزن. ميرسي يا تيتا وربنا يخليكي لينا. ودي اخر هديه. دي بقى من حبيبتي 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 دي من الخالي اللي جايبها وندى منقيها معانا. جيسي يا جماعه هي صاحبتنا برضو. دي تحفه يعني تحفه. وهي دي من مرات خالي حبيبتي. تسلم ايديك يا مرات خالي. تسلم ايديك يا ماما. احنا مبسوطين جدا يا جماعه ان احنا كنا معاكم النهارده. كان يوم جميل جدا. ودي اول فيديو لمريم تيتا واحنا تيتا فاميلي. وان شاء الله هتلاقوا مزيد من الفيديوهات. ويا رب يكون ربنا يعجبكم على قلبكم قوي قوي وتشوفونا كتير. ودعم بقى عايزين دعم دعم عشان نوصل على طول ونبقى معاكم دايما. جماعه قولوا لي رايكم صح في الميك اب انا اللي عامله لهم الميك. ايوه مريم هتشوفونا كتير واحنا بنعمل ميك اب. مريم اللي عاملاه لي وعامله عامله لنفسها وعامله لميمه وعامله لندى يعني مظبطانا النهارده. ربنا يخليكي لينا يا مريم. ايديك يا مريم. شكرا جدا 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 لو انتوا متابعين الفيديو للاخر. حاجه تاني قولي لنا برضو على افكار فيديوهات جديده عشان احنا لسه مستجدين طبعا في الموضوع. افكار فيديوهات جديده حاجه كده لو كويس لو عايزين لو عايزين تحديات اوكي معاكم. عايزين فيديوهات ميك اب مريم تعملها لكم لف الطرح اي حاجه احنا دايسين فيها. هنبقى ممكن لمريم لو تجديدات في البيت يا جماعه يبقى انا. حاجات في المطبخ برضو انا. لو عاوزين تشوفوا فيديو كامل لشقه ايمي يا ريت تكتبوا لنا تحت في الكومنتس. وهستناكم المره الجايه برضو من شقتي بس نعمل ديكورات بقى رمضان ونعمل حاجات مختلفه ان شاء الله. بنحبكم قوي. باي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ده انا يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده اول فيديو معانا على قناه تيتاس فاميلي. بصي